المسلحة بعنوان مسيرة عطاء. كانت الإرادة وسوف تبقى كلمة السر. كان العمل ولم يزل هو الخيار الوحيد لمواجهة التحديات. وظل المواطن المصري ينظر للغد نظرة المترقب لما سيأتي. فخرج من طيات هذا الوطن من يدق ناقوس الأمل ليفتح بابا من أبواب المستقبل المشرق للأجيال القادمة. وسابق الرجال الزمن، فكانوا على مستوى المسؤولية ونفذوا وعد القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية عبر عشرات المشروعات التنموية العملاقة. إن شاء الله كل حاجة طيبة هنعملها لبلدنا، بس انتوا معانا. وتمضي مصر قدما عبر تخطيط مستقبلي لوزارة الإسكان، تخطيط يكفل للأجيال القادمة في بيئة حضارية ونهضة عمرانية جديدة، حيث تم الانتهاء من إنشاء 65 عمارة سكنية شاملة للمرافق بمحافظة البحر الأحمر بإجمالي 1100 وحدة سكنية على النحو التالي: 15 عمارة بإجمالي 300 وحدة سكنية بسفاجة، و 31 عمارة بإجمالي 496 وحدة سكنية برأس غارب، و 19 عمارة بإجمالي 304 وحدة سكنية بالقصير. كما تم تخصيص 900 وحدة سكنية للمتضررين من السيول برأس غارب. كما تم الانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصحي بمدينة القصاصين بمساحة 5 أفدنة، وتتكون من محطة معالجة ومحطتي رفع بطاقة 120 ألف متر مكعب في اليوم لتخدم مدينة القصاصين. ولحل مشكلة المرور بمدينة الساعة بفيكتوريا، قامت وزارة الإسكان بإنشاء كوبري بطول 470 متراً وعرض 17 متراً اتجاهين. المشروع القومي للطرق أحد أهم المشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف رفع كفاءة ما هو قائم من الطرق، مع إنشاء العديد من الطرق الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو وتيسير حركة التنقلات بين محافظات الجمهورية. إلى جنوب مصر، حيث انتهت وزارة النقل من ازدواج طريق سوهاج سفاجة بطول 180 كيلومتر، حيث تم إنشاء اتجاه جديد بعدد حارتين بعرض 7.5 أمتار للحارتين، مع رفع كفاءة الطريق القديم وإعادة تأهيله ورصفه وتحسين خصائصه الهندسية. كما تم الانتهاء من ازدواج طريق قنا سفاجة بطول 120 كيلومتر، تضمن إنشاء اتجاه جديد بعدد حارتين ليصبح الطريق بالكامل مكوناً من 4 حارات.
والمساهمة في تنمية الصادرات المعدنية الناتجة عن محاجر شمال الصحراء الشرقية. كما انتهت وزارة النقل من تطوير طريق القاهرة السويس من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كيلومتر، ويسهم تطوير الطريق في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل معدلات الحوادث، خاصة بعد فصل حركة الشاحنات الثقيلة عن المركبات، مما أدى إلى تحسين مستوى الخدمة وتقليل زمن الرحلة بين القاهرة والسويس، وتسهيل خدمة الانتقال من وإلى المدن العمرانية الجديدة الواقعة على مساره. وإلى الشمال، وفي قلب الدلتا تم الانتهاء من محور طلخة المنصورة على النيل، ويتكون هذا المشروع من 5 كباري تربط مباشرة بين طريق المنصورة دمياط شرق النيل وطريق المحلة المنصورة شربين غرب النيل، ويسهم المشروع بشكل فعال في نقل حركة المرور خارج الكتلة السكنية المزدحمة بمدينة المنصورة، فضلاً عن ربط مدخلي المنصورة الشرقي والغربي برافضي جمصة والطريق الدولي الساحلي. وفي سباق مع الزمن، واصل رجال القوات المسلحة ملحمة بناء وتشييد العديد من الطرق والكباري والمنشآت بأعلى المقاييس العالمية. وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إنشاء الاتجاه الجديد ورفع كفاءة الاتجاه القائم لطريق الواحات الفرفرة ليكون بطول 140 كيلومترا وعرض 30 مترا في الاتجاهين بواقع 3 حارات لكل اتجاه، ويحقق الطريق أملا جديدا في مجال تسهيل نقل المنتجات الزراعية من منطقة الفرفرة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة. طريق شلاتين سهيل مسار واعد يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان بطول 195 كيلومترا وعرض 8 أمتار. ولتسهيل التنقل والتجارة بين مصر وليبيا تم إنشاء طريق سيوة جغبوب بطول 90 كيلومترا وعرض 24 مترا في اتجاهين، حارتان مروريتان لكل اتجاه. وصلت أبو سلطان لربط مدينة الصالحية والقصاصين بأبو سلطان وفايد بطول 27 كيلومترا في اتجاهين وعرض 30 مترا. كوبري أبو سلطان بطول 2000 مترا وعرض 42 مترا في اتجاهين بواقع 4 حارات لكل اتجاه مع ارتفاع 6 أمتار، يخدم القادمة من القاهرة إلى أبو سلطان والإسماعيلية والصالحية. كوبري الشهيد اللواء عمرو فتحي صالح عمارة إعجاز هندسي بسواعد مصرية، ويعد هذا الكوبري من أهم الشرايين الحيوية لربط محافظة الدقهلية بكل من الشرقية، دمياط، القاهرة، الجيزة والقليوبية. صمم الكوبري على 3 مستويات وبطول 5613 متر. كوبريي الشهيد الرقيب علاء السيد عفيفي سالم على طريق الجيزة الواحات، حيث تم إنشاء كوبريين بمنطقة مول مصر بإجمالي أطوال 2670 متر. كباري الشهيد النقيب أحمد محمد عبد الله، وهما عبارة عن كوبريين على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي القادم من القاهرة والمتجه إلى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك بطول 1 كيلومتر وعرض 10 أمتار بواقع حارتين مروريتين وارتفاع يصل إلى 6 أمتار. ولتوفير السكن اللائق بالمواطن المصري ومحدود الدخل، انتهت القوات المسلحة من إنشاء 178 عمارة
بإجمالي 4272 وحدة سكنية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية. 84 عمارة بوادي النطرون محافظة البحيرة. 74 عمارة بالمنيا الجديدة. 30 عمارة بمحافظة الأقصر. 18 عمارة بمحافظة قنا. 168 عمارة بالرسوة بمحافظة بورسعيد. وتم الانتهاء من المرحلة الثانية لمحطة مياه الرميلة لخدمة أهالي مطروح بطاقة 24,000 متر مكعب في اليوم، ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى 48,000 متر مكعب في اليوم. محور رود الفرج في الضبعة أحد أهم المشاريع العملاقة في مجال الطرق، شريان بري حيوي يقضي على التكدس المروري بالقاهرة. طريق حر يربط مناطق شبرا ورود الفرج والخلفاوي مرورا بجزيرة الوراق والطريق الدائري ليتصل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي فالطريق الدائري الإقليمي وصولا إلى مدينة الضبعة، مع توفير كافة الخدمات على الطريق. طريق خدمي استثماري يعيد رسم الخريطة التنموية وينبئ عن مستقبل مصري واعد. إنجاز عظيم لرجال يواصلون الليل بالنهار ويبذلون كل ما لديهم في خدمة هذا الوطن. ويتوالى العطاء، فيستمر البناء بأحدث مواصفات الإنشاء العالمية عبر رؤية تنموية تحفظ دور مصر كقوة إقليمية كبرى. عهد جديد بحاضر مشرق ومستقبل واعد، تحت راية مصرية وشعار خالد: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.